بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة الكرام، في هذا الفيديو هذا إن شاء الله تاع اليوم غادي نحاول نشرح لكم على كيفاش كنركبوا الكرسي الرومي والكرسي ديال لي تواليت. فبزاف تاع الخوت كنشوفهم أنا، بزاف تاع الناس كيركبوا هذا الكرسي ديال الرومي وما كيركبوش بالطريقة الصحيحة والسليمة اللي كيفما كيجي في هذا الكتيب هذا اللي كيجي مع الكرسي الرومي، مع الكرسي الرومي اللي كيجي في هذا الكتيب هذا. الا كنتي عفريت تحاول تشد غير هذا الكتيب هذا وعادي غتفهمو مزيان وغادي تعلم، غادي تولي الطريقه تركبو بالطريقه الصحيحه والسليمه اللي خاصك تركب بها هذا الكرسي هذا، الكرسي الرومي. فاليوم انا علاش جيت، ما غاديش نركبو معكم وانما غادي نشرح لكم هذا المانويل هذا اللي كيجي مع داك الكرسي الرومي، باش الحمد لله تمشي مستفد كل شيء. هو هذا فاول حاجه، هذا هو داك الكتيب اللي كيجي مع داك الكرسي الرومي. كما كتشوفوا كتفتحوا كتلقى هنا ارقام 1 2 3 4 حتى كتجي حتى لهنا كما كتشوفوا 14 هنا. وغادي ندير لكم وحده بوحده. هنا عندنا واحد، هنا الا شتي هنا اول حاجه واحد، شنو هي ديك اللي كيكون الوسط ديال لاصاج كما كتشوفوا، هذه اللي كتكون في لازيرفوار، هذه اللي كتكون في الوسط ديال لازيرفوار كيف ما كتشوفوا، اللي كتركب لنا في الوسط ديال لازيرفوار كيف ما كتشوفوا هي هذه. نقدر نوضحها لكم هنا، الوسط ديال لازيرفوار كيف ما كتشوفوا هي هذه. الله اكبر، كما قلنا الخوت الوسط ديال لازيرفوار هي هذه، هذه الوسطانيه هذه، وهذه هي كتسمى لازيرفوار اللي كتكون الفوق اللي خاصه بالماء اللي كتشد لينا الماء. واخا هي هذه هنا شارحينها لك، هي اللي كيزعما من غادي تبغي تركبها في هذيك لازيرفوار اللي كتكون ديال البديع اللي هي على الشكيله هذه. كيقول لك من تبغي تركب هذا كيكون في الوسط تاعها خاصك تركبو كيف ما كتشوفوا عادي انك هنا خاص يكون مقاد، ها كيف ما كتشوفوا بالتعليمات عاطين انك هنا 3 لتر هنا 6 لتر كيف ما كتشوفوا، خاصك تحاول تركبها في الوسط ديال هذه يكون مقاد، يكون مقادين هك زائد ونركب المقادين هنا تخلي 3 اترو وهنا 6 اترو كيف ما مبين واضح هنايا. ما تحاولش تركبهم بحال هكا كيبقاو هاد الجبطونات تركبهم عوجين بحال هكا، هادي غلط، خدمه غلط، خاص يركب مقاد هك حرف زائد، هادي صحيحه. نمشيو لتاني حاجه، تاني حاجه عاطينك هنا بعدا هاد الخيارات هادو هنا زعما قال لك ما تقدرش، ما تحاولش انك دير شي كولا، غلط الا درتي ليه كولا ولا حاولتي تزيرو بشكل امونيت ولا بالكريفه حتى هي خدمه غلط. فتزير باش كنزيرو كتقدر كتحاول تزيرو غير الا كنتي صحيح شويه، حاول تزيرو بيدك ولا كنتي معلم حريفي كتقدر تزيرو ببانسا غاز تزيرو بالخاطر. عندنا هذه اول حاجه كيف ما كتشوفوا، وما تحاولش تزير مزيان، كنركبوه في الوسط كيف ما كتشوفوا، كنركبوه في الوسط كنديروا الجوان ديالو، الجوان كيكون من التحت باش ما يخليش لينا الماء يخرج صافي، وكنديروا لا فيكساسيون الكرو ديالها من التحت وكنصيروا هذيك الساعه. كنت معلم حريفه تزيروا بانسا كاز ولكن غير بالخاطر، حيت داكشي يقدر داغي تفور، داكشي حتى بلاستيك الا تفور راه خصك تمشي تشري ميكانيزم اخر. الله اكبر، عندنا الرقم 3 هذه هي اللي كتركب لينا هاد لابوبين، هاد اللعيبه هذه الخاصه اللي هي اللي كنفيكسو فيها الفيكسيبل ديال الماء كما كتشوفوا، كتركب لنا بالجنب هنا عاطينك يا اما فهاد الجنب ولا لك الا كان الروبيني خارج من الجنب لديك الجهه تقدر تركبها من هاد الجهه ولا تركبها من هاد الجهه كيف ما كتشوفوا. عاطينك الطريقه ديال التركاب، كتركب على الطريقه كيكون جوج جوانات، جوان على برا زائد فهاد هي جوان من الداخل وكتزيرها بهاد الكرو. وكيف ما كتشوفوا هنا عاطينك ما تفوتش هنا، ما تفوتش دوره ما تفوتش ديال الزيار، الا زيرتيها بشي كرو تاع 22 ما
كتشوف زيرها دوره واحده صافي اللي يقدر يتحور داكشي. رقم 4 كما كتشوفوا رقم 4 هذيك الساعه كنركبوا هاد الريزرفوار هذه كامله كنركبوها فوق الكرسي والكرسي الرومي كما كتشوفوا. كندخل الكرو كيكونوا بالجوانات ديالهم حتى هما كيهبطوا لينا لهنا في الوسط هذا كيكون واحد الجوان كنديروه هنا باش ما يهبطش لنا الماء من الريزرفوار لهنا كنحطوه فوق منه وكندخلوا واحد الكروات كيجيو معاها من هنا ومن الجهه الاخرى باش كنزيروها من التحت على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. كيدخل الكرو كنزيروه بهذه جوان زائد رونديل هذا باش كنزيروا بهذا الكرو هذا وما تحتاج تزيروا بشي حاجه تزيروا فقط هاي تزيرها بيديك صافي. شي اللي كاين الرقم 5 الرقم 5 كنجو ثاني هنا للتركيب باش غادي نثبتوا الكرسي كامل باش نثبتوا الكرسي كامل هنا كيف ما كتشوفوا هنا كيكون هذا الكرسي الرومي كيجي معاه كروم من هنا وكروم من الجهه الاخرى نعم الخوت كروم من هالجهه وكروم من الجهه الاخرى يعني الا كان عندنا شي جليج الا كان شي جليج كحل ولا ما كيبانش فيه حتى الا كان عندنا شي طرنفيس بحال هذا وعلمنا به وما بانش لينا في الجليج كنستعنوا كنديروا مثلا كان جليج بيض نقدر نديروا سيمه كحله كان جليج كحل كنديروا السيمه البيضاء ولا القبص شويه فقط كنكبوا في هذه الطقيبه هذه في الطقيبه الاخرى صافي كنحيدوا الكرسي وكنتقبوا لي بالهيلتي كنتقبوا الهيلتي كما كتشوفوا راه مورين هنا على هذا الشكل هذا كتقبل هيلتي ودير الشيفي ديالك الشيفي راه تاع ديال 10 كنستعملو الشيفي غير تاع 10 صافي هنا كما كتشوفوا انا كتدخل الكرو كتحط الكرسي وكتدخل الكرو وكتزيرو كتكون واحد الجوانه صغيره عاد الكرو فوق منها وكتزير حتى وكان كيثبت لك حتى كيثبت في مزيان هنا الرقم 8 هنا زعما من بعد ما شدينا العبار وزيرناه وثقبنا ليه هنا هنا كنزيرو عاد هذيك الساعات من كتزيرو عاد كيجي الدور تاع الريزرفوار عاد كنحطوها وكنعاود نزيروها ثاني مزيان. هاد المره الاولى هذه هنا غير كنشدو بها العبار كنشدو العبار اما هذه من كيتفيكس لينا الكرسي كنفيكس الكرسي كنفيكسوها حتى هي صافي حيت شدينا العبار. هنا تسعود هنا الرقم 9 كيف ما كتشوفوا بعدا نشرح لكم على هذه كيف ما كتشوفوا هذه اللي هي اللي كتدخل لنا الماء للريزرفوار. هنا ما شرحش لكم هنايا هنا كيعطوك تعليمات هنا خصك تركبها مقاده كما كتشوفوا تكون مقاده ما تكونش على هذا الشكل هذه عوجه ولا شي حاجه هذه يعني خدمه خاطئه خص تكون مقاده على هذا الشكل هذا. هنا كما كتشوفوا الرقم 10 هنا زعما قال لك السيرو تاع 19 وداكشي هنا باش كنركبوا هنا كيتفيكس الفيكسيبل على برا كتركب هي وكنفيكسو فيها الفيكسيبل هو هذا اللي خاص بالماء كنزيروه بها صافي. ايوا بالنسبه لواحد الكرو كما كتشوفوا هذا اللي عندنا الفوق هذا ها هما جايبينه هنا كيبان لك فيه الناقص والزائد هذا كنزيدوا ليها يعني عندنا فيها العبار تما يعني الا بغينا نحددوا شحال المقاس تاع الماء نقدروا نحددوا ليها ما نخلوش تعمر بزاف كما كتشوفوا تقدر تزيد فيها بزاف وتقدر تنقص هاد الساروت اللي كاين هنا فقط. هنا الرقم 10 اللي هي الخدمه ديال الفينيسيوك ساعه في الخدمه ديال الاخر ديال الاخير واللي بزاف تاع الناس كيقوا في هاد المشاكل وهي هاد البارتيه هذه هاد البارتيه ديال البديع ولا معطيه ديال بحال البلاستيك ملي كنحشوها هنا ديك الثقبه كنديروا الغلاقه ديال الريزرفوار وكنحشوها هذه في ديك الثقبه من الفوق كما كتشوفوا هنا راه عطينك واحد التعليمات هنا كاين فيها واحد الشرطه ديك البارتيه كما كتشوفوا واحد الشرطه كتدخل خص تدخل مقاده مع هذه الا دخلتيها عوجه ولا كذا راه داك الشيء معليش يجيك من فيني كما كتشوفوا خصك تحاول تدخلها على الشكل مقاده اللي هي هذه
بلاتي نوريها لكم كما قلنا الخوت هي هذه ديك الزرفوار هي هذه هاد الوسطانيه هذه الميكانيزم اللي كيركب لينا الوسط ديال الزرفوار كما كتشوفوا في الراس ديالو هنا هي اللي كتركب هاد الغلاقه هذه وخص نحتارمو هاد الشريط اللي كاين هنا نحتارموها خص تدخل مقاده مع هاد الشريط اللي كاينه فهاد الميكانيزم اللي كاين الوسط هنا ها كنشوف الفيكساسيون كنزيروها كيجمع واحد الكرو بلاستيك كرو بلاستيك فقط كيتحشى الوسط كنزيروا بهذا الكرو هذا حتى هو بلاستيك اللي كيجي معاها يدخل كنزيروا حتى كيثبت كيثبت لينا هنا صافي الصلاه على النبي كتجي المرحله الرقم 12 المرحله الرقم 12 هي كندخلوا هاد جوج بحال بوطون بوسوار اللي كيدخلوا هما اللي كنشدوا بهم العبار باش كنلصقوا هذوك جوج دوك جوج فيشات اللي كيركبوا من الفوق ديال واش ديال الالومنيوم ولا توحش المهم كنحشو هادوك يكونوا بحال لي كرو كيدخلوا في هذوك الحفاري وحده هنا وحده هنا وكنزيروهم باللور ديال التورنيفيس هذا اللي كيجي ديال البلاستيك باللور ديالو حتى كيولي لينا كنزيروهمش كاع حتى اللفان حتى كيبقاو مقاد زيار حتى وكان هذا كيوصل اللفان وكنقادوهم باش يجيو لينا مقادين باش يجيو لينا دوك النحاسات اللي غنركبو من الفوق يجيو مقادين هذا الرقم 12 الرقم 13 كنجيو ديك الساعات دوك النحاس اللي قلنا كيركبو من الفوق هذه راه معروفه هاد الصغيره هي اللي كيكون لينا فيها 3 ايترو والشرطه هاد الشرطه الاخرى اللي كيكون لينا فيها 6 ايترو كيف ما كتشوفوا دابا هذه ملي كنبغيو نفينو كنركبوها هي الاولى كتدخلها بالخاطر كنحطوها 14 كندخل داك الطرف الاخر فيها كيدخل صافي غير كنقادو معاه هنا هنا اش من داك تقولي هنا كنحط غير كنحطهم عطينا طبريكه وحده كنزدوهم بجوج وكنوركو عليهم طبريكه وحده بالخاطر بحال هكا براق صافي غادي يثبتوا غادي يثبتوا ويولوا هما هادو هذه الطريقه صافي طبريكه وحده وهنا معروف عندنا طبرك على صغيره كتهبط لك 3 يترو طبرك على 6 حيت 6 ملي كتورك عليها كتهبط هي وكتهبط لينا حتى الصغيره هذه يعني كيهبطوا بجوج يعني كتخرج لينا 6 يترو اللي كتخرج ايوا الخوت هادشي اللي كان هادشي اللي كان فهاد الشرح هنا في الصفحه الاخرى كاين بعض التعليمات يعني التعليمات ديال الاصلاح الا وقع لك فيه زعما عطيني الا وقع لك فيه شي مشكل بحال المشكل الاول هذا بحال بغيتي تنظف الريزرفوار كتشوفوا عطينك الا بغيتي تنظفها من الداخل من الاوساخ والكاركير وداك الشيء كتحاول تحل لك كما كتشوفوا كتحي كنحيدو داك الطرف كنوركو بصبعنا بحال هكا على ديك اللي كتهبط لينا 3 يترو نوركو عليها وكنطلعو ديال 6 يترو وكنحيدو حتى الاخر وكنطلعو هاد الكرو وكنردو داكشي وكنردو ثاني كما كتشوفوا هنا هاد المرحله هادي ثاني هنا ديك اللي كنلصقو فيها هنا الفيكسيبل في الداخل ديالها كاين فيها واحد الغربال اللي كيصفي لينا الماء يقدر في الماء يجي معاه شي كاركير يجي فيه شي اوساخ ولا كذا ديني في هذيك هذه هنا بحال الغربال اللي كتصفي لينا داك الشيء تقدر تخنق ما يوليش الماء يهبط معاه كتفتح كتجبد داك الغربال وكتنظفو كتنقيه مزيان بالماء وكترطب بلاصتو صافي هادشي اللي كاين هادي عطينك هنا يعني الا بغيتي تنظفها كيفاش كتحلي زعما فاش كتحل كتحاول تحل هاد الكرو هنا بالخاطر وكتجرب بسبعك واحد الكرو هنا صافي كتفتحها كتنظف داكشي وكتحاول تردو ثاني بالخاطر هادي ثاني الميكانيزم اللي كيكون الوسطاني ملي كيولي لك فيه شي كاركير ولا شي هذا كتبغي تنظفو فقط راه كيتحل من هنا بوحدو هو كتحلو من هنا كتحلو من تما اوكي يمكن لك تنظفو طبعا الخوات هادشي راه باين التفاصيل داك كيما كتشوفو يعني راه هادشي اللي كاين ملي كتفتحو بحال هكا كتوصل لهنا كضرب واحد الضربة بالخاطر باش يتباعد على خوه
ما في هادشي اللي كاين. الخوت وهذه هذا الفيديو هذا مجرد توضيح الخوت لبعض الناس، توضيح وفيديو بسيط زعما، قلنا ماشي مشكل نديرو في سبيل الله. حتى بنادم الا كان شي واحد شي حاجه واخا كيعرف كيعرف كيركب هادشي، ولكن تكون واحد العيبه بسيطه غافله عليه كتكون انت عطيتيها ليه صافي، كتكون مزيانه بحال عطيتيه واحد بحال درتي فيه اجر وصافي. هادشي اللي كان الخوت، نتمنى من الله هاد الفيديو هذا يكون الاعجاب ديالكم، ما تنساوش لايك واشتراك في القناه، والى فيديو اخر ان شاء الله.